بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طيب يا جماعة الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. جيتكم مقطع جديد ما شاء الله تبارك الله. طيب اليوم مقطعنا يا جماعة الخير راح يكون صيانة على السيارة. شريت له قطع غيار، دقيقة خلنا نحط هذه هنا. طبعا بنطلع بالسيارة ما بنطلع بالدباب، بس خلنا نجيب الكرتون الكبير هذا. هذا ضخم ضخم مرة. هذا فيه يا جماعة الخير الكلتش والحذاف. لا إله إلا الله يا وجه الله. خلنا نحطه هنا. الخطوة الثانية نوخر الدباب. هاي مفتاح الدباب. بديت أحس إني ندمت إني حطيت الشنطة على الدباب. نشيل الشنطة مرة ثانية نحطها هنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم يا رب أنت ربي. ما شاء الله. الدباب بس عن السيارة عشان نقدر نطلع. طيب اللي بيسأل يقول لي ليش ما دايم توقف الدباب زي كذا؟ أسهل لي في الطلوع. وليش ألحمه في الجينيسيس؟ عشان أقدر أطلع بالكية وأروح، فأقدر أطلع على طول لأن الجينيسيس ما تطلع كثير. طيب الحين خلينا نحط الاغراض في الشنطه. الحين ندور افتح الجينيسيس في الجيب. بسم الله. اي يمدي يمدي ما يمدي ما يمدي. لما ادنق تطير الكاميرا لقدام. هنا الكلتش والحذاف حطيناها في الشنطه. خليني اوريكم شريت بعد. وهنا في كراسي الماكينه وجلب. كم بجيب الاكل هناك؟ وهنا جلب ثانية. نقفل يلا إلى داخل السيارة يا جماعة خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم في مركبتي المتواضعة يا جماعة الخير. والله تو ما نور المكان. ما أدري إضاءة تحتاجون إضاءة ما تحتاجون إضاءة، أتوقع ما يحتاج. بس نقول بسم الله توكلنا على الله، عليه توكلت وأشرف المتوكلين. كان في بالي فكرة أسويها في التصوير أحسن من هذه بشوي يعني، بس يعني هذا اللي تيسر معي وهذا اللي قدرت عليه. كاميرا في الخلف وكاميرا في القزاز الأمامي يمين حق الراكب. وكان ودي بكاميرا فوق التنتة أصور لكم الشارع وأنا رايح، لكن للأسف الشديد في كاميرا من الكاميرات ما قدرت أركبها هنا، فاستغنيت على الكاميرا اللي فوق وخليتها داخل. مساحات. شمس. نظارتي ما جبتها. طيب أول شيء بسم الله توكلت على الله، عليه توكلت هو رب العرش الكريم. متوجهين الآن يا جماعة خير إلى ورشة 6 سرعات. وديت أول شيء السيارة بعد الموسم حق الرياض. اللي تابعني في السناب والإنستغرام وديت السيارة، سويت لها تصفية
وتغيير زيت وسيفون التصفية اللي ما يعرفها جماعة خير، ينظفون الثلاجة، ينظفون الثروتل، شيء يكون على البخاخات. وقلت لهم برضو شيكوا على الموتر، شيكوا على بطنه، شيكوا على. فيوم شيكوا قالوا لي الجلب، عندك الجلب. الجلب اللي هي وش هي؟ زي قطعة حديد وشوية معاها جلدة، مسمينها جلب بالانجليزي بوشينج، ما ادري بوشينج نفس ترجمة جلب، انا ما ادري، بس اسمها بوشينج بالانجليزي اللي يعرف البوشينج. فانا بوشينجات سيارتي كلها معدومة، جلد مقصات، جلد عمود توازن، جلد ديفرنس، فكلها معدومة. فكلها الحمد لله شريتها، في بعض القطع تأخرت، في بعض القطع لقيتها على طول. فأنا إيش سويت؟ خذت سيارتي من الورشة، قلت له اسمع لين تجي القطع مرة واحدة، ما ودي أخلي سيارة عندك الورشة في الشارع ولا تضايقك داخل، فأخلي عندي في البيت لين تجي باقي القطع ونركب. وبرضو أنا كذلك يعني قاعد أستنى الكلتشات، يعني على ما تيجي الكلتشات أكون خلاص يعني صرت جاهز. وش شريت أنا بعد موسم الرياض يا جماعة الخير؟ يعني لاحظت إن الكلتش عندي بأمانة بدأ يودع، فوق إنه بدأ يودع يعني أحس إنه ما هو بالطاقة اللي أنا أحتاجها. ما شاء الله هو كمل معي سنة الآن بالضبط، سنة، تخيلوا سنة بالضبط، كلتش جديد بس الحذاف مو بجديد، الحذاف مستعمل. فيوم اني كنت ادرفت وكارفه وتدبيل كلتشات، بديت احس ان الكلتش بدا يموت. للناس اللي تسوق غير عادي بيفهمني، يعني تعرف لما تعشق نمره وتدعس بنزين الموتر يقول فهذا اللي صار معي. فقلت لا والله انت اسلم، فانت تحتاج تغيير، يعني الشيء قلت لازم انت تحتاج تغيير وابحث عن بديل. فتوجهت على مواقع جينيسيس كوبي وقعدت اسالهم، بحكم ان احنا اصلا يعني قليلين اللي هنا ملاك جينيسيس واللي تشوفهم في الدريفت كثير، فتلقى الخبره قليله عندنا هنا في السعوديه، فما لك الا تتوجه للاجانب اللي عندهم جينيسيسات ويعرفون، ولا بالعكس يعني ربعنا ونعم فيهم والله ونتشرف فيهم، بالعكس يعني نستفيد ونفيدهم، فهمتوا؟ فبحثت بحثت بحثت حفرت، فسألت موقع من المواقع اللي يعني عندهم جينيسيسات ويشاركون حلبات سباقات ودريفت. فقلت لهم أنا وضع موتري كذا، هذا الباور اللي فيه واحتاج هذا اللي فيه. فقالوا لي توجه إلى شركة إيش اسمها الشركة حق الكلتش وحذاف، خلت منهم طقم كلتش وحذاف اسمها كومبيتيشن، الظاهر كومبيتيشن ستيج 3، كومبيتيشن ستيج 3. فقال لي ننصحك بهذا بحكم باور موترك 300 حصان تقريبا، فننصحك بهذا. قلت لهم لاني انا ابغى دريفت شاق وبنفس الوقت احتاج كلتش ناعم، يعني ليش احتاج كلتش ناعم؟ يعني ما احتاج ضغط الكلتش تكون ثقيله، لاني انا استخدم السياره احيانا اطلع فيها الورشه، اروح فيها الحلبه، اروح اقضي فيها مشوار بسيط خفيف كذا، فما ابغى اطيح في زحمه والكلتش خانقني، فابغى كلتش خفيف، مو بخفيف مره يعني بس معقول، يعني مو مثلا حقين الشفر يركبون كلتش اسمه نسيت اسم الكلتش حق الكماروات يركبونه، والله نسيت اسم الكلتش يا جماعه. فيا جماعه الخير اعذروني، والله ادري ان الموتر محيوس ومن داخل والمنظر يعني ما يرضي الله وخلقه، بس الموتر يعني رايح للورشه، فحتى ما غسلته، ليش اغسل وانا رايح ورشه؟ فالموتر من موسم الرياض يا جماعة خير، تخيلوا ما سكته، بس سكته وديته الورشة ورجعته بس، فما غسلته ولا اهتميت فيه لين أصينه بالكامل. أبغى أصينه، أبغى أرتاح، أبغى أحس إن الموتر جاهز، لأنه يقولون في فعالية قريب بتجي، فقلنا نجهز لها. طيب راعي كريلا أقسم بالله حسبي الله ونعم الوكيل على السواقة، وين بيروح؟ بيخش على إشارتهم، بيصدم إشارتهم، الله يعيننا الزحمة. اهلا بكم في زحمة الرياض، من اول ما تنزل الدائري توقف على طول، قسم بالله يا جماعة خير زحمة الدائري ترفع الضغط، يعني والله ما ادري وش الحل فيها صراحة.
بس الدائري يعني انا ملاحظه، يعني انا ملاحظه اشوفه، يمكن ناس غيري شافت نفس اللي انا اشوفه، من اسباب الزحمه ان الدائري يكون وسيع، خمس مسارات اربع مسارات، بعدين يصير ثلاثه، بعدين يصير اربعه، بعدين يصير خمسه، بعدين يصير خمسه، بعدين يصير ثلاثه، بعدين يصير خمسه، يصير اربعه. انا اتوقع التوسيع والتضييق هو السبب في الزحمه، لان الناس كانت تمشي تمشي تمشي، بعدين فجاه انخنقوا وخشوا في بعض. فما ادري هل هذا السبب تشوفونه زيي ولا لا، بس عموما واضح لي كلتش خلاص، يعني واضح لي كويس انه يعشق الجير. بس عاد تطفين مره ثانيه، نفسين فيني خليتيني هوجس كذا، بديت افكر اغيرك، حرام عليك. هل هو السبب من البطاريه يا جماعه الخير؟ ما ادري والله، بس انا بديت الثلج من كيف، بدي اطفيه، مشكله عندي واحد يتدلع من كيف. وصلنا المخرج اللي فيه الورشة، باقي على المغرب تقريبا ست دقايق. الشكمان عندي يا جماعة خير يوم الناس صقعت في الموسم، تذكرون يوم طاح؟ طيب يوم طاح انعفط علي وصار ينسم، فوديناه عند هنا محل يلحمه، لكن ما زال في تنسيم، الاحظ في زنة، صار في زنة يا جماعة الخير، فيبغانا نرجع لهم نقول لهم ايش يكون عليه، ايش يكون على شغلهم من جديد. خلاص وصلنا الورشة، نفك الحزام لانه بدا يضايقني، طفن كيف لاني بديت اتثلج، والله راسي تجمد، والله ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم عمر. السلام عليكم، بس عشان بنزل كلتش بس. ايه زين. شازا دبي. هذا الشيخ عمر يطيل العافية والله. هلا والله سهلة. يا بعد راسي. هذا كرتون الكلتش، بس عشان ابغى اشوف الشركة حقتها، انا نسيت وش هي، ابغى اعلمكم وش الشركة. انا اذكر انه كومبتيشن. هذا كلتش وحذاف، شركة جديدة أبغى أركبها في موتي، فكلمت الشركة حاطين لي هدايا ما أدري وش هي، عشان اشتريت أشياء واجد، شوف بلوفر، تيشيرت، نظارة. هذا وش بالله معليش تفكه، هذا سلك الكلتش. يلا قلم. طيب هذا ايه كرسي، كرسي الجير من شركة ميغان ريسينج. ايه زي ما قلت لكم كومبيتيشن، شريت من عندهم حذاف وكلتش ستيج 3. خلاص طيب يا جماعه خير، انا اوريكم موات الورشه. هذا الهايلكس ما شاء الله تبارك الله عليه 1G، بس جاي يركب كمبيوتر ما شاء الله تبارك الله، شيك على التيل ما اشوفه، ضار الجهه الثانيه او انه مفكوك ما ادري، يمكن صدتوه انتم ان انا بعيد ما قدرت يعني شوف مساحه. فما شاء الله تبارك الرحمن، عجبني ستايله، تحسه ستايل من جد تعديل يابان، احسن ما في مراحل حقين النصر، لا تزعلون مني او راح الشغل ذاك الغريب، لا هذا شغل نظيف مرتب، حتى اللون غريب، شوف الاكزوز ما شاء الله، الله يبارك له في حلاله يا رب.
سبارو، وهذه السيفك جاي يركب الجوبرو. تبي ترفع ضغطي قام تطفى. شوف السوبرا ما شاء الله قاعد يجهز الكلتش الظاهر. هذه الار شارجر، شوف هذا موتر الدريفت، سبارو ثانيه، سوبرا ثانيه، برضو جي تي ار ثانيه. ما شاء الله فيك الشيل، فيك الشغل النظيف. وهذه الورشه يا جماعه خير ما شاء الله، غير السيارات اللي برا ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك له. وهذه السيلفيا حق زيد ما شاء الله، برضو 2 جي ضار او 1.5 جي ضار، والله اني ناسي. ما شاء الله يا السيلفيا الزبده. الجوبرو تبي ترفع ضغطك شوي تطفى، والله العظيم يا جماعه خير. الزبده اللي هنا وصلنا نهايه المقطع، اتمنى ان المقطع عجبكم. اذا عجبكم المقطع تزر اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولا تنسى تشترك بالقناه. والله جوبرو وترتني.